صباح الخير يا عزام. طبعا يفتح الفني الصباح لشركة وينزر بروكر. هدوم لكم كريم عيد اليوم 24 نوفمبر 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن أسعار الذهب. انخفاض كبير لأسعار الذهب خلال تداولات أمس، وده راجع أكيد في المقام الأول لإعادة ترشيح جيروم باور رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لفترة ثانية، وطبعا زيادة الرهانات على زيادة أسرع في أسعار الفايدة، وده عزز الدولار بشكل كبير وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أثر بالسلب طبعا على أسعار الذهب وأدى لتسجيلها أدنى مستوى ليها في حوالي 3 أسابيع. دي كانت اهم الاخبار المؤثره على الاسواق. خلونا نفكر حضراتكم بالبيانات. امبارح كان عندنا طبعا بيانات من اوروبا وبيانات من بريطانيا ما كانش ليها تاثيرها المباشر على اسعار الذهب، ولكن النهارده هنكون في انتظار بيان هام من الولايات المتحده الامريكيه. هو الناتج الاجمالي المحلي متوقع عليه 2.2%، والشهر الماضي كان 2%. وطبعا هيكون عندنا ايضا بيان مخزون النفط الامريكي الخام. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار. زي ما حضرتك شايفين طبعا الاداء السلبي على مستوى كل المؤشرات، اداء سلبي على الاي ام اي، تقاطع المتوسطات السعريه الاسفل، ثبات السعر اسفلهم، وجوده اسفل النقطة المحوريه ال 1793. بيحاول طبعا الذهب يقوم ببعض الحركات التصحيحيه، ولكن ما زال مضغوط عليه، وده واضح ايضا معانا على الفلات تريند وعلى مؤشر الاستوكاستيك. ولذلك نتوقع مزيد من الاداء السلبي، ولكن بشرط كسر ال 1788 علشان يروح لل 82 وراها ال 74. مره ثانيه كسر ال 88 وراها ال 82 وراها ال 74. السيناريو الاخر المعاكس تحقق بكسر 1801 وراها ال 11 وراها ال 23. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.